السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بيوفر لنا خريطة للطريق، في حاجة هنتعلمها، بيقول لك ايه الخطوات اللي انت لازم ان انت تسلكها عشان تبقى خبير في القصة دي، خبير في الذكاء الاصطناعي. ففي حاجات لازم تكون عندك، اساسيات لازم ان انت تدخل فيها، وكل نقطة من دول اول ما تدوس عليها بيبدأ يديك المراجع والمصادر اللي ممكن تعتمد عليها عشان تتعلم الحاجة دي. بيقول لك ان هو يخلي الاهداف معمولها هايلايت اورنج، وعمل لك اسهم بحيث ان انت تعرف دي المفروض تبدا بيها اللي بعديها وهكذا. تقدر تعمل سيرش على اي موضوع، او دي المواضيع الاساسيه اللي الناس بتسال عليها. مثلا انت عايز تتعلم ديب ليرنينج، فلازم تتعلم مثلا الريسيرش نتورك، ولازم تتعلم وهكذا. كل واحده من دول هتقف عليها تدوس عليها هيبدا ان هو يجيب لك عنها معلومات اكتر، تمام، ويجيب لك الفيديوهات والكتب اللي انت ممكن تتعلم منها، تمام. تعلم ده ممكن تقول له I know this، او تقول له set goal، ده خليها هدف. ولازم طبعا يبقى لك حساب بحيث ان انت يسجل لك الحاجات بتاعتك.